لو لعب ليونيل ميسي مع محمد صلاح في فريق واحد تتوقع بينهم انسجام؟ في الحقيقة إذا تواجدوا الاثنين في فريق إنهم في لياقتهم البدنية بنسبة 100% وفي مهاراتهم، أعتقد سوف يكون خط هجوم مرعب، ولكن لا أعتقد أننا سنراهم في فريق واحد. هل تتوقع بقاء محمد صلاح مع ليفربول مع المناقشات في تجديد التعاقد في الفترة الحالية؟ بالتأكيد، بكل تأكيد، بالتأكيد أنا ليس لدي أي شك، وبالتالي أعتقد أن محمد صلاح يريد أن يستمر في ليفربول، لأنه مضى هناك في ليفربول وتواجده في ليفربول من 3 لـ4 سنوات.